السلام عليكم. عليك الصلاة وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك في الله شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخنا لو أمكن في الخلاف مع الأشاعرة شيخنا في أمور الأسماء والصفات. ماشي. هو الأمر ده هل هو إيمان وكفر يا شيخنا؟ يعني سؤالي هل لو كان إيمانا وكفر؟ بدعة ضلالة وسنة. يعني الموضوع يعني لا نكفر به أحد. لا نكفر أحد بس نقول عليهم ضلال. في هذا الباب. جزاكم الله خير. طيب سؤال شيخنا افتتان يا شيخنا. اتفضل. بالنسبة لأحداث غزة شيخنا طبعا عشان ما أنا أقصد إيه المطلوب منا نحن كمسلمين إحنا نعمله؟ والله اللي في وسعنا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فلو عندك وجه من وجوه النفع تستطيع تنفعهم به فعلت. الناس قدراتها تختلف في هذا والحكام ليسوا كالرعية في هذا الباب. ونحن جميعا نملك لهم الدعاء ومن كانت عنده يد للمساعدات ساعدهم وفقهم الله. السلام عليكم.